فقال الله تعالى في محكم آياته: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم من أراد بنا شرا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره له يا رب، وارزقه أضعاف ما يتمناه. فقال تعالى في محكم آياته: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض. وقد استقام الدليل الاتهام ووقر في عقيدة المحكمة على صحته على وجه القطع والجزم واليقين في حق المتهمين. أعود إليك مرة أخرى دكتور علي. إذن بعد كل ما تم سرده وكثير من هذا، وهذا قليل من كثير وغيض من فيض حول هذه القضية وحول براءة هؤلاء الذين قتلوا وصفوا عن طريق الإعدام وعن طريق حكم حسن فريد، ما تعليقك في البداية على ما سمعته من حسن فريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم، وإنه لله لشيء محزن أن يرى الإنسان خيرة شباب مصر يعدمون بدم بارد ولا حراك ولا سك ولا, ولا 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 أي شيء يمكن أن يوصف. أما فيما يتعلق بما تفوه به هذا الإنسان فلا أدري، يعني حقيقة مصر مهد الحضارة ومهد الثقافة ومهد العلم، كيف يبلغ بها الحال أن يكون مثل هذا قاضيا؟ ومنزلة القضاء منزلة عظيمة في جميع الأديان والأعراف والبلدان والدول ونحو ذلك. القاضي له هيبة وله مكانة. هذا لا يستطيع أن يقرأ آيات من القرآن التي يعني عموم المسلمين يعرفونها، فضلا عن قاض يعني سيبث في الأرواح ويبث في الأعراض ويبث في الأموال ويبث في نحو ذلك. لكن لو تأملنا الحال، لو ارتفعنا بتفكيرنا قليلا، إذا كان الرئيس جاء بالدم وجاء بالقتل وجاء بالنار وجاء بالغدر وجاء بنقض العهود وجاء بعد نكث عهده أمام الرئيس السابق وفعل كل ما هو منكر، فلا تستغربن في دولته أن يكون مثل هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين أن يلبسوا لباس القضاء ويلبسوا لباس محاربة الإرهاب ويلبسوا لباس الأمن ويلبسوا لباس نحن نرى في مصر عصابة ارتدت ثوب الطهر وثوب العدالة وثوب النقاء، وصارت هي التي تتحكم في رقاب أهل مصر.